وانضم الينا الان من رام الله الاستاذ عصمت منصور الباحث في الشان الاسرائيلي. صباح الخير استاذ عصمت، اهلا بك معنا على شاشه الغد. بعد مرور 100 يوم على هذا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وما افرزته وانتجته هذه المرحله، اي ملامح للمرحله الجديده، المرحله المقبله، ما هي قواعدها ومن سيحكم هذه القواعد؟ صباح الخير. صباح الخير وتحياتي لكم وللمتابعين وتعازينا الحارة لكم، لشعبنا، لعائلة الفقيد يزن، ولكل الأسرة الصحفية وللزملاء في قناة الغد. هذه المهنة مهنة المخاطر، تتحول مع هذا الاحتلال الذي يستهدف الصحفيين إلى نوع من العمل الاستشهادي، وهو شيء مقدر لهذه العشرات من الصحفيين الذين قضوا في سبيل كشف الحقيقة. ويعني بالفعل هذا الاحتلال يزيد من إجرامه المستشفيات، الصحفيين، كل المنشآت التي كانت محرمة دوليا وتحظى بحصانة أصبحت مستباحة ومهددة بالموت. أما بالنسبة لسؤالك أختي الكريمة، المرحلة الجديدة، يعني 100 يوم يمكن فعلا اعتبارها مرحلة، وخلال هذه 100 يوم تحدثنا وتحدث الكثيرون أن الاحتلال فعلا لا زال يتخبط، لا زال يواجه مقاومة شرسة، والصور التي عرضت قبل قليل أكبر دليل على ذلك. شعب صامد يرفض التهجير، وأيضا يعني لا زال ينقسم داخليا، يتخبط. من شاهد بالأمس حجم المظاهرات، أكثر من 170,000، الخلافات داخل الكابينيت، الدعوات لإقالة نتنياهو، حالة عدم الثقة حتى بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وهما يفترض أن يكونا يعني الأصمام الأمان لهذه الحرب وأقرب اثنين في العمل فيها. كل هذا يظهر أنه 100 يوم لم تحقق لإسرائيل غايتها، والأسرى كما أيضا عرفتم لا زالت إسرائيل عاجزة عن الوصول إليهم. لذلك يعني هذه 100 يوم سجلت فشل إسرائيلي، فشل على مستوى الأهداف، لكن على مستوى التدمير وعلى مستوى القتل وعلى مستوى الإبادة هي قامت بما لم يكن به أحد في العالم في تاريخ الحروب، أن يكون المدنيين هم مادة الحرب، هم الأداة التي تضغط بها ومن خلالها على حركات المقاومة. هذا الشيء لم يسبق لإسرائيل أحد به من الجنون والإبادة والإجرام. المرحلة القادمة أنا أعتقد ستكون ملامحها الأساسية بدء الاتساع في الهوة بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي. 20 يوم لم يجري أي اتصال بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، وهذا على خلفية آخر اتصال كان إغلاق هاتف في آخره، ويعني محادثة صعبة وصفت بالصعبة، استمرت 40 دقيقة بين الرجلين. نتنياهو يدير ظهر الأمريكان ويستغل دعمهم اللامحدود ويعتبر أن هذا تحصيل حاصل، سواء استجاب لمصالحهم أم عرضها للخطر. بعد 100 يوم ملامح المرحلة القادمة داخليا توسع الهوة في إسرائيل وتوسع الخلاف، وتصبح قضية الأسرى قضية يعني مرتبطة بوقف الحرب، وهذا برز بالأمس في الكلمات التي ألقيت. ما ألقي بالأمس في الكلمات ليس يعني رئيس المعارضة جانس، رؤساء الدول، سفراء دول، بالإضافة إلى فنانين ومثقفين وقادة، يعني على مدى 24 ساعة كانت المنصة لا تخلو من الكلمات، وهذه كلها تحشد رأي عام وتعبئ رأي عام من أجل، وهذا يتعارض بشكل كلي مع نظرية نتنياهو، وهذا برز في الكابينيت. آيزنكوت قال لهم يكفينا كذب، يعني يكفينا كذب على أنفسنا، وإظهار الشجاعة والتوصل إلى صفقة كبيرة تعيد المحتجزين. فبالتالي عندما يقول إيزنكوت رجلك هذا، عندما يقول أو يصرح بهذا التصريح أمام الملأ وأمام وسائل الإعلام كلها، فبالتالي فعلا الانقسامات بدأت ارتداداتها تظهر فعلا. على خلفية الصمود، على خلفية الصمود واستمرار المقاومة، وهذا مهم، يعني هذا العامل يجب دائما أن يذكر، وعلى خلفية عدم القدرة على تحقيق أهداف تبدأ تتسع هذه الخلافات وتظهر، لأنه الانتقادات الدولية بدأت تظهر، مخاطر توسع الحرب إقليميا بدأت تظهر، العزلة الإسرائيلية والنبذ الذي تتعرض له دوليا هي وسياساتها بدأت تصبح علنية، وخاصة كانت ذروتها محكمة العدل الدولية والدعوة الجنوب أفريقية. وأيزنكوت له وزن كرجل عسكري، هو رئيس أركان وشخصية أمنية معروفة، وله نظرية في الأمن يعني ومؤلفات، وأيضا هو أحد أركان الحرب
مجلس الحرب المصغر، وفوق ذلك هو والد قتيل في هذه الحرب، بمعنى هو يأتي من موقع أنه من قدم في هذه الحرب وقدم لأمن إسرائيل وقدم لمصلحة إسرائيل، وبالتالي لا أحد يزايد عليه في هذه الجزئية. وعندما يطرح هذا الموقف بهذا الوضوح، أعتقد أنه هذا يعكس حجم الاستقطاب الذي بدأ يظهر حول قضية الأسرى. ولكن أخت منى لننتبه، قضية الأسرى تختزل الموقف من الحرب، لأنه لم يعد هناك فرق بين المطالبة بوقف الحرب وإنهائها وبين المطالبة بالصفقة، لأنه مطلب المقاومة هو والثابت والغير متغير والذي تكرر على لسان الجميع هو لا صفقة دون وقف الحرب، وبالتالي ضمناً هم يطالبون بوقف الحرب حتى لو لم يتلفظوا بذلك صراحة، لأنه عندما تكون نستجيب لمطالبهم مهما كانت. لبيد قالها صراحة. ورئيس الكنيسة السابق قالها صراحة، قال يجب أعطوهم ماذا يريدون، أعطوهم كل ما يطلبونه، وكان يبكي. يعني بالتالي هذا يعني يظهر أنه حجم الاستقطاب بدأ يتسع، وأن نتنياهو وبالتالي هنا هل بات واضحا للجمهور الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجالانت أيضا الأولوية بالنسبة لهم ليست هي الأسرى؟ بكل تأكيد هم يعتبرون أنه ويكررونها أنه التحرير الأسرى، طبعا لا يستطيع أي إسرائيلي أن يكون ليس لديه التزام ومسؤولية بتحرير الأسرى، هذه ستكون نهايته، وخاصة أن هؤلاء الأسرى أسروا على خلفية فشل 7 أكتوبر، فشل يتحمل مسؤوليته من يحكمون الآن ويتشددون في المواقف، جالانت ونتنياهو، ليس جانس وأزنكوت هم الذين كانوا في الحكم. لذلك جالانت ونتنياهو يعتقدان، وأيضا رئيس الأركان كذلك معهم، وهو كان من المسؤولين عن هذا الفشل أيضا، وربما أهم عناوين هذا الفشل كون رئيس المنظومة الأمنية في الفترة التي وقعت فيها 7 أكتوبر، لكن هذا الإصرار على أنه إعادة الأسرى يكون فقط من خلال الضغط العسكري ومن خلال ممارسة مزيد من الضغط، هو يعني الدفع بمزيد من المغامرة ومزيد من التورط ومزيد من التضحية، لأنه كل يوم يمر إما يقتل بالقصف جزء منهم أو بالأمراض والجوع، لأنه يعيشون ظروف كما يعيش قطاع غزة، يعني يعيشون ظروف صعبة، وأهل قطاع غزة يعيشون ظروف صعبة، وهناك نقص في الدواء ونقص في الطعام ونقص في الأمان، ولا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة، وبالتالي أو إما يقتلون وإما يفقدون، وبالتالي هو يخاطر بهم ويخاطر بحياتهم ويخاطر أنه قد يتحولوا فعلا إلى وضع يعني يصبح فيه مسألة عودتهم متعذرة. وحتى كلما يعني من يؤمن بنظرية الضغط العسكري لا يعلم أنه كلما مارس الضغط على حركة حماس التي تحتجز معظم هؤلاء الأسرى أو الجهاد الإسلامي، وحتى أنت لو صفيت لا سمح الله جزء من قيادتها، هذا سيعقد المسألة أكثر، سيصبح مسألة الحفاظ عليهم والاحتفاظ بهم مسألة معقدة وربما غير ممكنة، وبالتالي هذا يعني أنك تذهب باتجاه قتلهم عندما تقول الضغط العسكري. وهذا يعني موقف لن يصمد طويلا، أنا أراهن أن هذا الموقف سيتراجع، الموجة الشعبية العارمة والهائلة والعجز الكبير في النهاية سيدفع نتنياهو إلى الخضوع.